السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ وبهذا الدرس راح أشرح لكم على الميثود الريبلاي. يعني أنت تيجي للبوت تدز له ستارت، البوت راح يرد على رسالتك. نيجي نفتح المحرر مالتنا، طبعا هذا الكود مو الدرس السابق، نيجي نحذفه، نبقى بس الاتصال والاستدعاء مال المكتبة. نيجي نكتب at boot dot message underscore handler، نفتح قوس نكتب كوماند يساوي قوس نفتح بوت شيء نكتب start. إذا كانت الرسالة start العفو ناقص، ننزل سطر نكتب def send welcome، نفتح قوس نكتب message، سد القوس بالكولم. هسه شباب ايش نكتب؟ بوت دوت، بالدرس السابق كتبنا سيرف مسج، هسه احنا نريد البوت يسوي رد اللي هي ريبلاي تو، نفتح قوس مسج ونسد بالكوما اللي هي الفاصلة منقوط. طبعا اذا كانت الرسالة ستارت البوت ايش راح يسوي؟ ريبلاي للرسالة مالتنا. ايش راح يقول لنا البوت؟ كمثال تكست يساوي نفتح بوتيشن ونكتب مثلا هاي فرام. اوكي شباب، طبعا انا الدرس السابق يعني ما كتبت تكست، مجرد خليت بس البوتيشن يعني النص سترينج. انت بكيفك تريد تخلي تكست او ما تخلي، هذا شيء راجع لك. طبعا انا خليتها كجماليه للكود. اوكي هسه احفظ الملف واجي اشغل. نجي البوت مالتنا ندز له ستارت، مثل ما تشوفون شباب البوت سوى لي رد. ارجع مرة ثانية ندز له ستارت، نفس الشيء هم سوى لي رد شباب. واكو شغلة ثانية، يعني مثلا جيت احنا تخلي فاصلة كوما تكتب تفتح بوتيشن، يعني مثلا تكتب ستارت مثلا هاي فرعون، مثلا اقول له هيلو. اوكي العفو هيلو، راح احفظ كنترول اس، اجي اشغله مره ثانيه، راح اجي للبوت هس، راح ادز له ستارت مثل ما تشوفون انت روحي، راح ادز له ستارت، البوت جاوب، راح اكتب له هيلو مثل ما تشوفون هم جاوبني. يعني انت مثلا تقدر تسوي امرين مجرد بس تفصل الامر عن الامر الثاني بهاي الفاصله المقطوطه اللي هي الكوما، ما يحتاج تكتب اند وما اعرف شنو مثل لغه البي اتش بي او غير لغه. اوكي وشباب احب انوه على شغله بالبايثون. البايثون يعني لغه حساس من حاله الاحرف، يعني عندك هذا التي هو تي يشبه هذا، هو تي مثل نفس التي يعني، بس الكابيتال يختلف عن السمول. وعندك شغله ثانيه، مثلا راح اجي اخلي هنا مسافه، راح احفظ راح يقول لي خطا. شفتوا عندكم البايثون حساسه من ناحيه الاحرف او من ناحيه المسافات. يعني اذا انت ملفك 5000 سطر بهاي المسافه الصغيره راح يوقف، كله ما راح يشتغل. تيجي تشيلها تحفظ الملف ما قال لي خطا. اجي هسه اشغله، اروح للبوت ادز له ستارت، ادز له هلو، هم جاوبني ماكو اي مشكلة. طبعا شباب انتهى درسنا لهذا اليوم، اشوفكم بدرس جديد وبميثود جديد، ومع السلامة.